صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 10 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 56 لسنة 2022 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين، وذلك بناء على عرض وزير الإسكان والتخطيط العمراني وبعد موافقة مجلس الوزراء. وجاء في القرار تضاف مادة جديدة برقم المادة الثانية مكررا إلى القرار رقم 56 لسنة 2022 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين، نصها الآتي: تقبل طلبات الترخيص المعدة طبقا للاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة الصادرة بالقرار رقم 28 لسنة 2009 متى تم تقديمها قبل تاريخ الأول من سبتمبر 2023.